السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام الفضيلة وقرب اليوم العظيم من أيام المسلمين، هو يوم الحج. نسأل الله رب العرش العظيم أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان في أردن الخير والعطاء. سيداتي سادتي، في هذه الأمسية السعيدة نلقي الضوء في برنامج فزعة وطن على عدة مشاريع وعدة اهتمامات لأناس جنود جندوا أنفسهم لخدمة الناس بغض النظر عن أهوائهم ودينهم ولونهم وطيفهم السياسي. هذه الأمسية أستضيف وإياكم السيدة الناشطة الإغاثية السيدة بدرية شيخ البساتنة. أهلا وسهلا بك أختي أم عبد الله، شرفتينا في هذه الأمسية السعيدة. الله يسلمك. ومتمنين أن نقضي ساعة في هذا البرنامج نلقي الضوء على إغاثة إخواننا السوريين منذ بدء الحالة السورية التي أدمت قلوب الأردنيين وغير الأردنيين. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا. أعزائي المشاهدين، سنلقي الضوء هذه الليلة على مشكلة أرقت الجميع وأدمت قلوبنا جميعا، ألا وهي الحالة في سوريا الحبيبة، بلاد الشام، البلد المعطاء. نراه يتمزق كل يوم، نرى إخواننا السوريين في الشوارع، في المخيمات، في الأزقة، في كل مكان في الأردن الغالي. أراهم وعيونهم تقول نحن أبناء الشام، كيف حدث لنا هذا؟ لا نعلم كيف، لكننا نبحث عن حقيقة، ألا وهي كيف نقف مع أخينا وأختنا وابننا وابنتنا السورية، كن نقيهم شر الجوع. وكما قلنا وكما نقول، فإن الجوع كافر، والخير متأصل بكم طالما الحياة مستمرة. إخواننا السوريين بلغت أعدادهم أعداد كبيرة جدا، وهناك إحصائيات من الحكومة الأردنية تقول بأن حوالي 18% الآن من المجتمع الأردني هم من أحبائنا وإخواننا السوريين، وهذا رقم لم يكن بالحسبان وغير مسبوق، أي أن إخواننا السوريين قاربوا على 1,000,000 شخص، بل يزيد عن 1,000,000 المتواجدين سواء في المخيمات أو في مدن وقرى وبادية الأردن العظيم. إخواني، رغم الشح العظيم ورغم الكرب والضنك الذي تعيشه الأردن، لكن نقول جميعا الحمد لله، ورغم ضيق الحال ورغم كل المعيقات في الاستثمار وفي التنمية وما إلى ذلك، لكننا نرى إخوان لنا في كل مناطق المملكة يرحبون ويؤهلون بضيوفهم، لكن ما باليد حيلة كما يقولون. أستضيف هذه الأمسية كما بدأت أخت عزيزة لنا واكبتها منذ ما يقارب من 2.5 سنين، تواصل الليل بالنهار كي تخدم إخواننا السوريين، كي تقف معهم، كي تحاول ما تستطيع هي ومن تمثل بمعالجة إخواننا السوريين وبتقديم أقصى ما تستطيع من مساعدة هي ومن تمثلهم. أهلا وسهلا بك أختي. أهلا فيك عبد الله. ورغم أنه الموضوع مؤلم ومحزن وشديد الأسف، لكن صحيح. أريد منك ما تقولين منذ بدء الأزمة السورية إلى الآن، كيفية تنامي الأعداد، الجرحى بتعالجوا أنتوا غيركم؟ بدنا فكرة نعطي المشاهد الأردني عما يدور في الأردن الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء وشكرا لاستضافتك بهالبرنامج أخي أبو منذر، الله يجزيك الخير. الموضوع أنت أسلفت وبديت فيه وتكلمت بأنه معضلة ومشكلة كبيرة، نعم، وما كانت بالحسبان أبدا، ما كان حدا متوقع أبدا أنه سوريا يصير فيها اللي صار، لكن هذا ابتلاء وامتحان.
وبندعو انه كلياتنا ننجح فيه. هو يعني الله عز وجل بنفس الوقت ببعث محنة لجهة ولناس ومنحة لناس تانين. نعم. بقى نحن في المنحة وهن في محنة. صحيح. بقى نحن هذه المنحة إذا ما استغليناها استغلال إيجابي بكامل وجهها بكرة حنندم، حنقول يا ريتنا عملنا، يا ريتنا ساوينا، والوقت حيروح. وما في شيء بيبدا الا له نهايه، كل بدايه لها نهايه. الازمه بدت لها سنتين، حتخلص 3 سنين كمان كم شهر، حتنتهي، ما راح تطول، حتنتهي ان شاء الله باذن الله عز وجل. الموضوع بدا من سنتين ونص ونيف، الموضوع بدا فزعه، وعنوان البرنامج كثير حلو انه هو فزعه وطن. فزعه وطن، نعم. وانا بدي احكي عن عنوان البرنامج لانه هو فزعه، واهل الاردن فزعوا بساعه ما دخلوا السوريين ودخلوا بأعداد هائلة، مو بأعداد نعم. بسيطة نعم. أبدا. أنا بديت بالإغاثة بشكل عام، أنا أصلا شغلي وعملي تطوعي إغاثي. نعم. نعم. يعني كنت أستغرب اتصال التليفونات من الأخوة اللي رقمي وصلهم بطريقة ما، أنه عندك عائلات تسكنيهم، إحنا عنا بيوت فاضية مجانا. والغريب بالأمر أنه المناطق هاي من أفقر المناطق، أو تعتبر المناطق الأقل فقرا. هذا اللي بنحاول نحكيه لإخواننا المجاهدين. أبدا، يعني أنا هذا حصل معي يعني شخصيا، أنه جيبينا العائلات وإحنا منسكنها. نعم. أنا أفرش البيت، لا أنت ما عليكي من فرش البيت، إحنا خلص أنت جيبيهم أنت ما عليكي. وللآن في منهم بمنطقة الرصيفة حصرا، للآن في منهم عائلات لهم ساكنة أكثر من سنتين. نعم. وصاحب البيت هو متكفل فيهم وشغل رجال هون يعني هذه الفزعة ما بتلمسها بأي مكان ولا بأي مجتمع. نعم. بقى هذه فزعة عند الشعب الأردني، الله يجزيهم الخير، يعني ما زالت للآن، لو أنها يعني شحت شوي أو خفت شوي، صار العبء كبير، العدد كبير اللي عم يدخل كل يوم بالألفات، كانوا عم يدخلوا، مو أرقام سهلة أبدا طبعا. يعني ما في أظن دولة بالعالم تستوعب اللي صار بالأردن والأعداد اللي دخلت على الأردن بهذا الكم الهائل. صحيح. إلى أن صادفت أول جريح صدفة بمستشفى خاص، وتفاجأت أنه عم يصل جرحى للأردن، ما كان عندي فعلم أبدا أنه ممكن جرحى تصل للأردن. نعم. ولقيت بما أنه أنا سورية الأصل أصلا. نعم. وساكنة بالأردن من زمان، ما شاء الله، بقى أنه هذه معضلة، يعني إحنا الملف إحنا يعني أردنية بس من أصل سوري. من أصل سوري. نعم. بعتز أني أنا حامل الجنسية الأردنية وأصلي سوري. إحنا السياحة العلاجية عنا مكلفة. صحيح. بقى كيف الحال إذا بده يكون على لاجئ، على متضرر، على جريح، على مريض، على عابر سبيل، شخص طالع لا يملك شيء أبدا، هارب بعائلته بروحه بأرواحهم من قتل، من عنف. حسيت أنه هذا الملف اللي حيكون عليه حيكون الشائك، وحيكون هذا الملف الأصعب. كل ملفات الإغاثة مهمة، بس الإغاثة يعني بتتقسم لعدة أقسام. نعم. هلا كثير كثير صعب انه ينام حدا جوعان، لكن ما حدا يعني ما حدا بالاردن بينام جوعان، الحمد لله. يعني هذا الحكي مش مجامله، ولكن هذا الواقع اللي انا لمسته. نعم. يعني بعدين الاغاثه مهم، الطعام مهم. صحيح. والايواء مهم، الكساء مهم، لكن انقاذ حياه اهم. صحيح. ممكن اليوم ياكلوا لحمه، ممكن بكره ياكلوا خبزه وشاي، بعدها ياكلوا. الاكل هي استمراريه حياه وليس هو الاساس. نعم. اما انه يصل جريح ما يلاقي المكان المناسب لاستقباله، أو الجهة المناسبة، أو يكون بمكان ياخد حقه، هون بتكون المشكلة. نعم. بقى وجهت عملي وفكري والإغاثة اللي عم بشتغل فيها للملف الطبي، وبدأت فيه بالملف الطبي. هذا هلأ صار لي، هلأ أنا فيه قريب حخلص السنتين ما شاء الله. يعني أول حاجة أنا أشكرك على يعني هذه التقدمة، وأشكرك على هذه يعني الإحساس المميز. يعني إحنا نعتز ونفتخر بأن الأردن والأردنيين جميعا بدون استثناء يقفوا مع مين مكان في السراء والضراء، وهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. خلينا نتكلم يعني عن الجرحى. اللي بنعرفه أنه يعني هناك أعداد هائلة جدا من الجرحى تأتي يوميا، والآن أيضا العنف موجود قريب من الحدود الأردنية في مناطق درعا، في ريف دمشق، في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وما إلى ذلك. وبنعرف أنه يعني رأيك، وبدنا يعني نكون يعني هل هناك في تسهيل لدخول الجرحى من الجانب الأردني، وهل هناك معيقات لحركة الجريح عندما يأتي على الحدود من أي نقطة من نقاط العبور؟ وإذا في كان هناك يعني معيقات، إحنا سنوجه نداء لكل من
هو في مكان المسؤولية كي نستطيع أن نساهم ونساعد إخواننا في تخطي هذه المحنة إن شاء الله. هو بالحقيقة كان الموضوع ببداية الأمر كان يعني ما كان رسمي 100%، ولا كان يعني الشريط الحدودي موجود. نعم. كان الدخول النظامي كان صعب الجريح جدا يدخل بطريقة نظامية، صحيح، لأنه كان الحدود مع النظام وكذا، كان يدخل من الشريط الحدودي. فكان بالبداية ما حدا يكون مع شريط حدود غير الأمن الأردني والهجانة. فبداية الأمر يعني أنا أول ما بدأ الموضوع كنت أطلع بسيارتي يعني أنه نشوف الجرحى. نعم. وناخذهم وننزل، لكن صدقا يعني مش مجاملة يعني أنا كنت أطلع، بتذكر من الصباح الباكر كان البشابشة قبل ما يبدأ الزعتر، بتذكر. نعم. يعني لاقي الأمن الأردني والشباب بعيونهم زي الدم، يعني اللي مارق عليه 72 ساعة منايم وهو واقف على الشريط الحدودي. يعني هذا نعم. موضوع ما له سهل أبدا، إنه هو واقف بس ستاند باي ليستنى ليصل لعند المكان جريح أو يحمي جريح الحدود، أو هو حماية حدوده، صحيح، ومساعدة اللاجئين اللي بدهم يعبروا. نعم. المنطقة، وبنفس الوقت استقبال الجريح لأنه الإسعاف واقف جنبه. نعم. والإسعاف يعني جاهز لنقله تماما. نعم. يعني حتى في جريح حكى قصة وقتها بتذكر، يعني كان عنا إنه كان سامع الصوت وعم يزحف لحد ما يوصلهم، ما شاء الله، يزحف يزحف على ايديه واجريه، وصلنا من هون ايديه لحد ما وصل انه. نعم. هو سامع في صوت عم يقولوا انه في جريح جاي، في جريح حي عم يزحف، انه بقى تخيل لوين، لحد ما وصل لعندهم انقذوه وجابوه. بقى الان اللي عم بيصير كالاتي، انه عم يدخلوا ليصلوا الشريط الحدودي، عم يستقبلوهم الامن، عم يستقبلهم الاسعاف ويودوهم فورا لمستشفيات الشمال. يعني بالمفرق وبالرمتة وبإربد. نعم. لازم يدخل المستشفى الحكومي، بعدين بيتم توزيعهم على المستشفيات اذا هو اصابته يعني ما في مجال انها تتعالج بهي المستشفى او بهذه المستشفى، في عدد كتير كبير. نعم. ما في مجال انه يكون في له مكان. نعم. بالاونه الاخيره هي حيصيرنا هلا قريب بدك تقول يعني 6 أشهر الجرحى عم يفوتوا بعدد كتير كبيره. نعم. السبب واضح كثير، انه أيوة. يعني العنف موجود في المناطق الحدوديه الاردنيه. تمام. النقطه الثانيه انه ما سبق هذه المده كانوا الجرحى يصيروا لنا شوي باردين. يعني كانت الأرض مو محررة. الأرض ما زالت مع النظام. بقى كان عبور الجريح يعني مروره من قرية لقرية لقرية ليوصل للحدود الشريط الحدودي ياخذ وقت. الآن الأرض محررة، النظام السوري بيقصف بالطيران وبيروح. بقى الأرض مفتوحة معهم. يعني هلأ تخيل أنه جريح بيصلنا خلال 3 ساعات. يعني أنا أول مبارح اجتني حالي متصاوب الصبح الساعة 11، الساعة 5 كان عندي بالمستشفى. يعني 6 ساعات وكأنه يعني ماشي بسيارة. أبدا. نعم. بقى هو هذا مع أنه دخل يعني 2 ساعة قعد فيهم بمستشفى الرمتة، بعدين. نعم. تم نقله لهون يعني إذن بالتنسيق معنا. ما في معيق. نعم. بقى عم يتصل الآن الحالات سخنة تماما، يعني معمولها إسعافات أولية بالداخل حسب ما هن في عندهم إمكانيات وبالمستشفى الميداني. نعم. وبيصلوا لعنا. يعني إن يعني نقول لإخواننا الأردنيين إنه يعني نمرر شكر عظيم أكيد للأجهزة أكيد. الأمنية اللي حامي الحدود أمنيا وإغاثيا. نعم. وهذا العمل يعني بدنا نقول للأردنيين إنه هذا عمل مضني، وليس بالسهل أن يقف جندي أو رجل أمن أو رجل درك أو رجل دفاع مدني أو ممرض أو ممرضة أو أي ناشط إغاثي على حدود في الصيف الحار جدا أو في الشتاء البارد والشريط الحدودي طويل. كانت يعني ولا تزال يعني أيام صعبة جدا، وليالي فيها السهر طويل، فيها خطورة كمان، وفيها خطورة على الأرواح مثل ما تفضلتي، عم تنزل قذائف على المناطق الأردنية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ونحن نقدم الشكر العميق وجزيل الشكر لكل من يساهم في إغاثة إخواننا ونجدتهم وإيصالهم إلى المشافي، سواء المشافي الحكومية أو المشافي الخاصة التي تعنى بعلاج الجرحى. وطبعا أختنا